سؤال برضو صعب شوية. حماتي لا بتحبني ولا طايقاني. انا علاقتي بالشريك اللي في حياتي اللي انا مختاره وهو مختارني كويس، لكن حماتي لا بتحبني ولا طايقاني. اكمل ولا ما اكملش؟ الإجابة من أول وهلة لا منفعش، لكن إذا إحنا عايزين نقعد مع بعض ونشوف في إيه، يعني إيه اللي حصل، ليه أمي مش بتحبه وليه أمه مش بتحبني. أحيانا بيكون عدم الحب ده مش ملوش أساس واهي، يعني الطفل الأوحد أو لما يكون الطفل الأخير، يعني مثلا عندي 3-4 عيال وده اخر حد خالص، فانا او اخر بنت، فاحيانا الحمه ما تحبش ان هي او الام ما تحبش ان بنتها تتجوز وتكرهها في خطيبها، وعندي حاله مشابهه، هو راجل زي الفل، الخطيب زي الفل، بس هي مش عايزه ان بنتها تطلع وتسيب البيت، فبتدق له على كل حاجه، يعني بتتلقط اي حاجه يعملها وتكرهه فيها. ففي الحاله دي لا اتجوزه. لذلك قلت لك من اول وهله هنقول لا العلاقه مش ممكن تمشي، لكن انا محتاجه اعرف هل ماما مش ما بتحبوش بناء على حاجات هي شايفاها فعلا صح وممكن تفيدني فيها. ما يمكن هي شايفه ان هو بخيل، ما يمكن شايفه ان هو بصباص. لو ما عرفوش يصلحوا ده يبقى لا، لانه احنا مش بنتزوج الشخص بس، انا مش بتزوج رجل ورجل بيتزوج مرأة، احنا برضو بنتزوج العائلات. فلو ما كانش فيه من البدايه ود من الاول صعب ان احنا يعني نتعامل مع بعض باريحيه. يعني انا فاكره كانت عندي حاله حماتها كانت بتعنفها تماما، تهزقها يعني بطريقه، وسبع سنين فضلت صابره لحد ما تتجوزوا، وبرده في النهايه قعدت معاه حوالي 5-6 سنين وبرده في النهايه انفصلوا. ليه؟ لانه كان في ريد فلاج في الاول بيقول، علامه حمراء بتقول حماتك مش طايقاك وبتهزقك من بره العلاقه من قبل ما تتجوزوا. فلو مهما صبرت برضو حصل ان انا ما قدرتش اكمل مع الشخص ده. ليه؟ لانه احيانا الرجل بيبقى تحت ضغط، مامتي مش بتحبها وانا مش عارف اعمل ايه، وانا بحبها بس مش عارف اعمل ايه، فيخلص نفسه ازاي؟ يقول لك خلاص اخرج من العلاقه. فدي علاقه مش متوازنه.